عليكم من جديد، انتم على موج اذاعتكم الوطنيه وبرنامجكم لقاء مفتوح، ولقاءنا مفتوح بكم ومعكم مستمعينا وكذلك مع ضيوفنا. كنرحب بضيفتي لبنى الشقار. صباح الخير للبنى. صباح النور، صباح التيسير، صباح الخير وصباح الحب التفاؤل وصباح التوازن، لان كنتكلموا على موضوع اللي ربما تيخصنا فيه بزاف ديال التوازن للبنى اللي غنتكلموا عليه الان معك للبنى. بعدا كنرحب بك في الاذاعه الوطنيه وبرنامج لقاء مفتوح، اول مره واول مشاركه، ومرحبا بك في اي وقت. ربي يخليك، والله يجازيك بخير، وانا سعيده بهذا اللقاء، لان الحمد لله غنكونوا في هذا الاسبوع غنعطيو الماكسيموم باش نستافدوا ويستافدوا معنا. هذا هو الهدف دائما اللي تنقول، تنستافدوا كاملين، لان المواضيع اللي كنختاروها بطبيعه الحال كتخصنا كاملين وكتهم كل افراد الاسره. نتكلموا اليوم على نمط العيش للبنى. كنتكلموا بزاف على نمط العيش ديالنا، واش صحي واش ماشي صحي، واش متوازن ماشي متوازن، وبطبيعه الحال نمط العيش عنده علاقه وطيده ومباشره كذلك مع نمطنا الغذائي. فعلا، الوغ ملي كتقولي نمط العيش صحي، في واحد كلمه مهمه اللي هي الصحه. دونك السؤال هو شنو هي الصحه وعلاش بغيت ندير هذا النمط الصحي؟ الوغ ملي كنشوفوا الصحه، الصحه هي راس مالنا. نعم. الا ما تهلناش بهذيك الصحيحه ديالنا، كيفاش بغيتي اليوم تكون عندنا واحد الطاقه؟ كيفاش بغيتي اليوم غنشارك معكم معلومات وانت تقدري تستقبلي الناس وواحد الطاقه ديال الناس؟ دونك داكشي على اول سؤال كنسول الناس اللي كنرافقهم. نعم. اللي هي علاش بغيتي دير نمط صحي؟ لان الاغلبيه نقدروا نديروها حيت كنسمعوا بزاف، نقدروا طوندونس ماماش ونقول صافي انا تهلا بحال واحد اخر، ولا غنشوف شي واحد عنده فورما مزيانه وغنقول يا نسولو غيقول لي رانا ما صحيح وندير بحالو. صحيح. ولكن بالعكس خاصنا نعرفوا علاش، بحال وليد صغير، وليد صغير اللي ما فهمناش علاش ما خاصوش يدير الحاجه وعلاش خاصو يدير الحاجه ما عمرو غيديرها. صحيح. غير غنعتبروا نفسنا اننا اطفال صغار ولا رضع، ديك الساعات غنخدموا على راسنا. دونك ملي غنعرفوا ان الصحه هي راس المال، ولا مشات الصحه راه لقاء المال، حيت حنا تنقولوها، تنقولوا الصحه يعني اللي عنده صحيحته عنده كل شيء، الصحه هي راس المال، ولكن واش كنطبقوا فعلا هذا المثال فعليا وضمنيا؟ هذا هو السؤال. يعني كلنا عارفين بان خصها تكون عندنا صحه يعني مزيانه ونتهلاو في نفوسنا، ولكن واش فعلا كنتهلاو في نفوسنا بالطريقه الصحيحه؟ داكشي علاش انا في التواصل، مواقع التواصل الاجتماعي ديالي كنهضر ديما على الناس اللي متبعيني، والحمد لله وهذا فضل الله سبحانه وتعالى، كيجيوني واحد رسائل زوينين ان الناس اللي كيطبقوها كيوصلوا المبتغى ديالهم، هي الوعي. حيت انا ما كنهضرش على بزاف الحوايج من غير جوج حوايج، النية والوعي. نعم. هادو اللي كنكرههم بزاف. نهار كنكون واعية انني كنقول الصحة هي راس المال، ولا ما كنشوف شي واحد مريض كنقول شتي والصحة هي راس المال، ما كنقولهاش من فمي الفوق، ملي كنقولها من قلبي وانا واعيه وانا على يقين انني الا ما درتهاش انا راه حتى واحد ما غيدير بلاصتي. كاينه الناس واحد الدار يديرها لي، ولا شي واحد شي صاحبتي غتقول لي اجي، راه حتى واحد ما غيقول لك اختي حليمه، حتى واحد ما غيجي يقول لك اجي حليمه واجي نتهلا فيك، راه من غير اكيد اكيد. يعني الواحد خاص ياخذ يرد البال لنفسه بنفسه كيف ما قلتي، يعني هذه مساله مهمه ونقطه مهمه جدا. كيف ما قلتي يعني باش يكون عندنا واحد نمط عيش اللي هو يعني مفعال في الحياه ديالنا، تيخصنا نكونوا واعيين بالاهميه ديال بعض الاشياء اللي كنديروها ربما في الحياه ديالنا وما تنردوش ليها البال. حنا غادي نكتشفوا معك هادشي كله هو للبنى، لكن بعد هاد الفاصل بقي معنا. هم من جديد مستمعينا، رجعنا لك للبنى، مرحبا بك مره اخرى. كنتكلموا على نمط العيش، واكيد غتكوني متفقه معايا ملي كنقولوا نمط العيش، فاحنا كنتكلموا على ثلاثه ديال المحاور الرئيسيه في هذا النمط: التغذيه ديالنا، الرياضه، ثم النوم اللي تيكون يعني بشكل يعني اللي هو بشكل جيد وبشكل متوازن. فهادو ثلاثه ديال المحاور كنظن رئيسيه، الى جانب من طبيعه الحال نفسيتنا الى غير ذلك من النقاط اللي ممكن تكلموا عليها. الوغ فعلا، الوغ اللي هضرنا على ثلاثه الحوايج، التغذيه والرياضه والنوم، راه هما اللي غيعطيونا واحد النتيجه على النفسيه ديالنا. تمام. على الجسد ديالنا. الوغ الناس اللي كيسمعوا التغذيه الرياضه، وانا منهم اللي كنت في حالاتي كنقول او بزاف التغذيه والرياضه والنوم، ما عنديش الوقت
الو الرياضه نبداو حنا نديرو نقدروا نديرو تحدي الا بغيتي يا اختي حلمه هذا الاسبوع مع الناس هما يتمشاو بغيت نتمشاو ما نتمشاش الرياضه خصنا نقيد في لاصال هذيك واحد مرحله اخرى ملي كتولي تتعشقي النفس ديالك وانك بغيتي تخدمي عليها ملي نبداو غير بالرياضه الناس كيقول لك ما عنديش حتى وقت باش نخرج ندير المشي واخا غير في الدار ديري لك تحدي ديالك على حنا هادي كنحييك على هاد النقطه هادي ومشكوره عليها علاش لا يلا نرفعوا التحدي مع مستمعينا اللي بدا هاد الاسبوع هذا يتمشى ولو غير 15 دقيقه ولا 20 دقيقه يتصل بينا وخصوصا يتصل بينا يعني خلال هاد الفقره هادي مع لبنى ويقول لنا شنو هي النتيجه ولا غير شنو حس يعني النهار اللي خرج وقرر وخد هذاك القرار ديال انه يبدا الرياضه رياضه المشي يعطينا شنو هو الفيدباك ديالو شنو هو الاحساس ديالو من ديك الساعه ديال المشي. الوغ كوني على يقين اختي حلمه بان المستمعين غيحسوا بواحد الفرق كبير علاش؟ لان قبل ما غتلبس البرديله ديالها ولا غير في الدار غدير داك التحدي بينها وبين راسها يعني تبقى دور غير في الدار وتمشي وتجي فاوتوماتيك تمشي تجيبي حاجه وحده وسير بقي غاده جيبي البلاطو وجيبي عاوتاني الكاس وجيبي عاوتاني البرد هذاك غيخليك ديري 7 خطوات ولكن قبل تكوني واعيه ان هذا المجهود كديريه ليك انت نعم بانك ملي غديريه النفسيه ديالك غتغير ولكن خاص واحد مواظبه نهار على نهار عندك دابا الرياضه عندك التغذيه وعندك النوم النوم خاصنا نمشيو بشويه بشويه اللي كنت كنعس انا الوحده الصباح وحنا عارفين بان بين 11 والوحده واحد الفتره اللي مهمه للذات ديالنا نعم دونك كنت كنعس مع الوحده نبدا نعس مع 12 ونص اليوم ونبدا عاوتاني 12 وربع ما نجيش انا نقطع كل شيء واش نقدروا نفطموا دري صغير ولا رضيع دي جوغ لوندومان خاص بالتدريج حتى نكونوا واعيين اننا حنا اطفال ديال راسنا راه غنتهلاو في راسنا بواحد الطريقه تدريجيه مي غنديرها بطريقه غير سمعات لبنى ولا سمعات حليمه كتهضر على هذا الموضوع ونقطعوا دي جوغ لوندومان ما غتعطيش واحد الريزولتا ومي غنمشيو للتغذيه ما تخلعوش من التغذيه لان اغلبيه كيقول لك هذه لا طوندونس هذه لا مود وداك الشيء ديال الهيلتي وديال الصحي لا حنا جدودنا كانوا كياكلوا صحي نبدا اليوم نقول قبل من كل طاجين ولا قبل من كل اكله غناكل شي حاجه حيه بما انني بغيت نكون انسانه حيه انسانه لي طاقه ايجابيه راه ما يمكنش نشارجيو التليفون بشارجور ايميتاسيون غيتشارجيو كيما يتشارجاش بواحد الطريقه صحيه وغيبدا التليفون لا باتري غتكبر مع الوقت داكشي علاش حنا خاصنا واحد الشارجور وداك الشارجور ديالنا عطاه لينا الله سبحانه وتعالى الاشياء الحيه تبارك الله حنا وما شاء الله الله يخلينا بلادنا وملكنا راه عندنا الخضر والفواكه زعما الحمد لله يعني ودات جوده دات جوده يعني الخضر ديالنا والفواكه راه فيها المذاق كما تنقولوا لان في بلادات اخرين راه ما كاين ربما الشكل ولكن المذاق راه ما كاين والو نديروا تحدي واحد اخر نديروا تحدي ديال ماشي ديال هاد 7000 خطوه في النهار ولا نبداو غير ب 5000 ونديروا تحدي انني نشوف في نهاري واش كليت شي حاجه حيه ولا كل شيء نيت مع العافيه يعني الطاجين كطيبي في عافيه مهيله راه في عافيه مهيله ماشي مجهده وكوكوط وداك الشيء ما كنقولش لكم ديما تعيشوا بهذه الطريقه ولكن ديروا اكسسوارات نستاهلوا اختي حليمه اننا نتهلاو في راسنا اكيد نستاهلوا ان نتقدى نمشي وانا بسم الله توكلت على الله واعيه بان الله سبحانه وتعالى اعطاني واحد الرزق باش نشري ماشي غادي كنقر انا مالي وانا يعزف عليا والتقديه راه كنجريو على الرزق بيدينا راه حتى واحد ما كي راه تنجلبوا لراسنا داكشي اللي كنفكروا صح كتبداي واحد القفيفه انا وليت بشويه بشويه ما كنديش نيمبورت كال قفيفه كندي ديك القفيفه اللي كانوا كيديو جدودنا ديال القصب ديال الدوم كنظن ياك ديال الدوم كنقول بسم الله توكلت على الله ما كنجيبش هذيك الخضره سميكه كنخليها باش ملي كندخل كيبان لي ديك الالوان وكنقول حمدك يا سيدي ربي وشكرتك ان عطيتيني واحد الرزيق نشري غير نص كيلو من الحاجه ماشي ضروري نبقى نعمر صحيح فعلا وهاد المسائل اللي حنا كنتكلموا فيها الان لبنى كتبان بسيطه ولكن هي راه تفاصيل التي تحدث فرقا كبيرا جدا في الحياه ديالنا حيت ملي تنقولوا لا نمشيو نديو القفيفه ونشوفوا الالوان وندخلوا ونتهلاو ونديروا كتبان بسيطه كتبان امور اللي هي بسيطه جدا في حين يعني راه الا تعمقنا في هذه الاشياء وداومنا عليها بشكل يومي او لا غير يعني
يعني مره مره الواحد كيدير هاد المسائل راه كتحسي بالفرق وكتحسي انك كتحسي. فهمتيني شنو بغيت نقولها للوبنا؟ لا لا شوف اختي حليمه، انا من الناس اللي نفعتني بزاف هاد القضيه الوعي في الماكله. قولي واش انا ثانيه عندي ساعتين كما قالنا غنمشي نتقدى شي واقع ديالنا وغنبدا شويه ونختار ديك ماطيشه بشويه ونحمد الله بشويه. ايه راه البركه كتكون في هذيك اللحظه اللي انت يا حسن ما تدوزي ساعه وانت دربانه. اللهم ساعه وانت واعيه ولا ساعه وانت دربانه. صح. لكن انك في حاجه تعرفي بانك انت غتحطها في فمك، وفمك راه شي حاجه مهم كما كنقول للناس اللي كنرافقهم بحكم انني كوتش ديال الحياه والكونتوني يعني المحتوى. خاصنا قبل ما نخشي الحاجه في فمي نعرف بانني ماشي زباله. علاش ثاني كنلوح شي حاجه حاجه الزبل كنشوف واش لاي حاجه معلقه ولا شي موت عندك اللوح. نعم. نلوح فيه نيمبورت كو. علاش؟ لا نبغي الناس يحترموني وانا ما كنحترمش راسي كنحط نيمبورت كو. حتى الا خديت شي حاجه كنقولش لكم غتاخذوا ديما داك الشيء. فانا كيطرا ليا كان كيجي واحد الفترات اللي كنبغي ناكل شي حاجه اللي ماشي صحيه ولكن كان عراسي كنكون واعيه كنقول لبنى راكي واعيه بانك غتاكل ناكلها ولكن فعاود ما ندير فيها خمسه دقائق ونسرطها دغيا كنبقى ندق فيها يعني كنتلذذها بواحد الطريقه. لا والواحد يكون صريح مع نفسه لان فعلا ملي كيكون عندنا واحد نمط عيش اللي هو صحي راه تنبقاو في نهايه المطاف تنبقاو انسان عندنا رغبات تنضعفوا امام بعض يعني بعض الاشياء ولا بعض الشهوات. فكما قلتي ما فيها باس اذا كانت واحد المره في 15 يوم ولا واحد المره كاع حتى في الاسبوع ما فيها باس. بطبيعه الحال كنتكلموا على الناس اللي ما تيعانيو من حتى شي مرض او لا عندهم امراض مزمنه كنتكلموا على الناس اللي هما عاديين. فما فيها باس الانسان مره مره ما يحرمش نفسه ولكن الاساس يكون مبني على واحد يعني واحد اللبنه اللي هي متينه بمعنى يكون عندنا واحد نمط صحي كنعيشوا به. مره مره الا بغينا نديروا خروقات كما تنقولوا ولا شي تسلل بحال شي ماتش الكره الا كان شي تسلل ما فيها باس. مره مره ما شفنا حد ما كاين مشكل ولكن باش يكون عندنا هذا النمط الغير صحي 24 ساعه على 24 ساعه هنا فين تيطرح الاشكال للبنى. وهنا تيكون واعيه انني شوف اختي حليمه راه حنا ماشي راه عندنا تبارك الله ما شاء الله عطانا ربي كل واحد عطاه الحق ديال الذكاء وديال خاصنا غير نستعملوه. الا انا غادا في واحد الطريق اللي ما هياش كما قلتي ما تكون ديما فيها تسللات ديما فيها وقت الاختراقات راه ما غنمشي راه كنضربو غير في الحيط. هذاك الشيء اللي كاين. كنتسناو في نيمبورت كيل مومون في اي وقت تجينا شي خبر اللي ما هواش وحنا كنتمناو لاي واحد. داك الشيء علاش انا كنقولوا الحلوقي كيخرج في مواقع التواصل الاجتماعي باش نقرب الناس من البساطه من الوعي. لان ما بغيتهمش يعيشوا داك الشيء. الناس اللي الاغلبيه اللي كنجي نرافقهم كيكونوا دازوا ديجا واحد مرحله صعيبه ديال الصحه باش جاو نرافقهم. انا نفسيا ما بغيتش انا ولاد ولا بنات بلادي يوصلوا لهاد الدرجه. بغيتهم يوعوا قبل ما يوصلوا. يعني عارفه الا مشيتي من هاد الطريق كنتي كتاكلي المقليات كل نهار راه ما تربيش واحد الصحه ديال السوبرمان. ولكن كنتي غادا في واحد الطريق انك كديري دي زيكسيبسيون ولكن واعيه شتي الا درتي اختي حليمه شوف نكون واعيين. نعم. الا درنا واحد زيكسيبسيون انا واعيه لي ديكا ديالها راه ماشي اللي كنديرها وانا ما واعياش. صح صح كاين فرق كبير. نعم. يعني ملي كنديرو انا واعيه بانني كناكل شي حاجه اللي ماشي صحيه راه اللهم نصخرو لك ترى كامله. لا فعلا واش كنستاهل هذه الحياه ولا لا؟ واش انا كنطلب بالحب من الاخر؟ كنطلب بالاحترام من الاخر؟ كتلقينا كلنا كنقروا لا ما كيحترمنيش لا ما كيبغينيش لا واش ديجا حنا كنحترموا راسنا وكنبغيو راسنا؟ الا كل واحد داها في راسه نعم راه غنزيدوا بزاف ومنهم انا وانتي وواحد اخر اكيد كنعيشوا واحد الحظات لا وعي ولكن كنجمع راسي كنقول لهم يا وراكي غادا في الطريق زيري معايا نهضر معايا بواحد الطريق نهضر مع راسي. راه تيقولوها ناسنا الوالا زير تعيش مخير. فوالا تقبل راسي كي انا فوالا ما نتقارنش مع الغير نتقارن معايا. نهار غيجيني شويطين ونقول لي شوفي فلانه كي دايره قولي اجي واخا لا وانا كي دايره وكي كنت البارح وكي بغيت نكون دومان.
هنا فين كتولي ديما انت كترافقي راسك. نعم. اللي كنرافقكم كنقول لهم شوفوا انا ما غنعيش لكم ديما، حتى انا راه كنرافق راسي وكنربي راسي. نمشوا وكتعلموا واحد الاساليب باش اليوم يكون واعي انني انسان كنغلط، ولكن الغلطه ما نخليهاش دوز يومين ثلاث ايام اربع ايام خمس ايام. نعم. شوف. نعم. نعم واكيد لالوبنا كيف ما قلتي نعاود هذه الجمله لان مهمه جدا، تهلاو في نفوسنا لان ما كاين حتى شي واحد اللي غيديرها بلاصتنا مهما كانت درجه القرابه، كان الوالد ديالك، الام ديالك، الاخ، الاخت، الزوج، الزوجه، الابناء، إيه تيخافوا علينا تيحبونا، ولكن راه في نهايه المطاف الا انت اخي الكريم اختي الكريمه ما تهليتيش في راسك راه حتى شي واحد ما غيجي وغيبزز عليك واحد نمط الحياه اللي هو مزيان وايجابي وصحي. يقدر الانسان يسلك معك نوب الاولى نوب الثانيه السيمانه الاولى الشهر الاول، ولكن في نهايه المطاف راه كلشي كيرجع يشوف راسه ويتهلى في راسه. فتنت اخي الكريم تهلى في راسك. لالوبنا ما سخيت شي بك، لكن الوقت كيمشي بينا بسرعه لان لقاء معك غدا بحول الله على نفس توقيت لوبنا. مرحبا مرحبا وشكرا على الاستضافه وسمحوا لي الى يعني كنتمنى انني نكون خفيفه ظريفه. لا بالعكس تبارك الله عليك تبارك الله عليك، والحديث معك ممتع وشيق لوبنا. شكرا جزيلا لك بارك الله فيك، كنتمنى لك نهار مبروك. هذه 59.